البرلمان السابق. نعم دكتور الأبيض. يعني هو سيدي الكريم اكو قضيتين اساسيه الحقيقه، اولا هذا الدستور العراقي الذي بين يدينا بالرغم من كل حرصنا الشديد عليه الحقيقه على ابقائه، لان بالتالي ذهاب هذا الدستور الحقيقه يدخل البلد في نفق من الفوضى والقتال الذي لا ينتهي مئات السنين للامام. وبالتالي رغم يعني هذا الدستور احنا حريصين كل الحرص حقيقه، لان هذا لم يكتب ولم يكن لعبه، لكن هذا الدستور حقيقه صمم اشياء يعني تعقد الوضع السياسي، منها على سبيل المثال العراق تقريبا هو الدوله الوحيده باستثناء الهند، وانا اطلعت على تجربه الهند بشكل مباشر، مشابهه في النظام السياسي، ان يكون لديك يعني نظام فيدرالي برلماني. تعرف حضرتك معظم الأنظمة الفيدرالية في كل العالم تكون أنظمة رئاسية فيدرالية، كما في الولايات المتحدة، كما في الإمارات العربية، سويسرا نظامها ملكي إلى آخره، يعني كل هذه الدول تتمتع بقمة هرم رأس يمسك السلطة، وهذه السلطة مراقبة من قبل البرلمان، وهنالك صلاحيات معطاة إلى الأقاليم أو المحافظات في هذه الدول. في الدستور العراقي الحقيقة هذه المشكلة أساسية الحقيقة، لذلك هنالك يعني جناح اساسي من البلد اللي هو جناح اقليم كردستان لم يسلط الضوء عليه من قبل الاخوه، ولا يسلط في الاعلام كثيرا يعني مدى تاثير هذا الوضع، يعني ليس فقط في حكومه السيد المالكي وانما حتى في الحكومات التي سبقتها والحكومات التي سوف تليها. سوف تبقى هذه المشكله الحقيقه، وهذا المشكله تنعكس في داخل البرلمان، هنالك اكثر من ثلث مقاعد البرلمان او اقل قليلا اكثر قليلا تكون دائما مصطفى اصطفاف شبه يعني منعزل عن الدوله بشكل عام. يعني انا لا الوم الاخوه الاكراد كساسه، ولكن هذا الوضع السياسي الذي بين يدينا. بالتالي هنالك ثلث اصلا كان رافض العمليه السياسيه او اقل من ذلك، الان يمثل ثلث في الحكومه الحقيقه، يعني اعطي استحقاق اكثر من استحقاق الانتخابي. هذه الثلثية لو جمعتهم الحقيقة تلتقي مرة وتختلف مرة، ولذلك هو بدأ موضوع التوافق التي تتحدث عنه، لذلك اختزلت يعني العمل البرلماني الحقيقة في زعامات الكتل، وبالتالي كان هناك شيء يسمى بالمطبخ السياسي، يعني اختفى الآن لم نسمع به الحقيقة بعد أن تفككت الكتل الطائفية والكتل التي كانت مبنية على أسس عرقية في داخل البرلمان. التوافق الحقيقة في كل العالم موجود، وحتى كلمة الكونغرس في الأمريكي تعني التوافق الماتشنج. الكونغرس الامريكي يتوافق لكن لا يتوافق على تعيين فراش في الدوله العراقيه او تعيين ضابط في الدوله العراقيه او مدير عام، يتوافق على قضايا سياسيه وسياديه عليا، حتى في الجمهوريه الاسلاميه في ايران، حتى في كل دول العالم التي فيها نظام ديمقراطي برلماني هناك تحتاج للتوافق، يسمى في عند العرب اهل الحل والعقد، مجموعه تقعد لتناقش مسائل لا يمكن الوصول اليها عن طريق التصويت، تحتاج الى توافق، لكن لا تكون على اساس مسائل بسيطه او قضايا جزئيه، تحتاج التوافق على مسائل تمس السياده الوطنيه، مسائل تمس المصلحه العامه، الامن القومي، في هذا تحتاج الحقيقه، ويكون دور البرلمان هذا جاز. اذا سمحت لي اكو جانب اخر في الدستور تم تعطيله، وهذا مشكله اساسيه الحقيقه، يعني واعتقد حتى الدوره الانتخابيه القادمه لن يحل. في كل الديمقراطيات اللي فيها نظام برلماني الحقيقة تحتاج إلى هيئة أخرى موازية لها، مثل مجلس الشيوخ أو اللوردات في كل الديمقراطيات، هذا الهيئة الحقيقة تكون موازية للبرلمان، تكون مثل هيئة فلترة أو يسموها شوك أوبزيرفر اللي تمس الصدمات السياسية التي تحصل عادة في البرلمانات. هذا لم يكن الحقيقة، نص على الدستور اللي هو مجلس الاتحاد لم يسن القانون الحقيقة لحد هذه اللحظة، ولم يفكر الساسة الحقيقة بإنتاجه في المرحلة القادمة، وأنا أعتقد عدم إنتاجه الحقيقة في نظام برلماني فيدرالي معقد مثل العراق سوف يخلق الأزمات والمشاكل، وتبقى المشاكل بين إقليم كردستان والوسط الحقيقة مستمرة، وأعتقد تؤثر حتى على العمل البرلماني وإنتاج الدولة بشكل عام. نعم. طيب دكتور حازم العتابي، هناك من يقول وكما استمعنا أيضا للدكتور الأبيض أن كان هناك من داخل البرلمان داخل العملية السياسية ولا يؤمن بها بل ويحاول تعطيلها، اليوم من خلال تفعيل قانون المساءلة والعدالة ومن خلال اجتثاث رموز بعض هذه الشخصيات التي كانت تريد تعطيل العمل السياسي، هل تعتقد أننا سنشهد برلمانا أكثر فاعلية من البرلمان الذي سبق؟ نعم دكتور.
بس من رخصتك يعني رد على الاخ السعدي. دكتور العتابي ارجوك يعني دكتور العتابي حتى لا تتحول الحلقه دكتور العتابي حقيقه وكان المقصود دكتور حازم حتى لا تتحول الحلقه الى يعني قضايا شخصيه ارجوك ان تبقى في صلب الموضوع وان ترد على السؤال بدون اي يعني مس بشخصيه اي من الضيوف رجاء. نعم لا 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 احترم جدا لا لا العفو العفو انا احترم جدا الاخ الساعدي وكان النشطين جدا داخل البرلمان لا الموضوع مو يمه شخصيا يعني نهائيا بتاتا يعني بس توضح هاي الشغله اما مساله الامتيازات فيها واضحه لكل الشعب العراقي انا اعتقد هم ذول الاخوان اللي اجتثوا وهناك اكو طبقه ثانيه من نفس الفئه وانا اعتقد هو المفروض موضوعنا الاساسي يكون هنا نحن بدنا نصير مهاترات داخليه ضمن الكتل الوطنيه اكو كتل غير وطنيه هي اللي تريد ترجع العمليه السياسيه ما قبل 2003 المفروض يكون هو نقاشنا الاول والاخير على هذا الموضوع لان انا اعتقد انه الائتلافين ائتلاف دوله القانون والائتلاف الوطني العراقي باذن الله تعالى بعد الانتخابات راح ان شاء الله تعالى نتمنى ان يكون هناك ائتلاف واحد لقياده العمليه السياسيه في العراق. الموضوع الاخوان اللي اجتثوا هناك طبقه ثانيه طلعت لكم من جديد هي حاملين نفس الافكار فالموضوع ما راح يتغير. هناك الموضوع راح يحدده هو الشعب العراقي وبالتالي نشوف الاخ مثل الدكتور علاوي حاليا يقود العمليه الانتخابيه مالته من الدول العربيه السعوديه ومصر وملتقي بملف السعوديه وبالمقرن اللي هو مدير المخابرات وبالتالي ما ادري اين المخابرات العراقيه اين الامن العراقي من هذا الموضوع هل هناك تسريب لمعلومات هل هناك تسريبات امنيه وبالتالي خلي الشعب العراقي يعرف من يرشح علما الدكتور علاوي وبعض الاخوان لم يحضروا ولا جلسه للبرلمان الحالي واعتقد الاخ الساعد ممكن يجاوبنا على هذا الموضوع. طيب استاذ الساعدي يعني اذا كان لديك تعليق حول ما طرحه الدكتور حازم العتابي وايضا هناك سؤال مطروح في الشارع العراقي حول مساله تطبيق اجتثاث البعث وتطبيق قانون المساءله والعداله طبعا يعني هو يعتبر انجاز للبرلمان للحكومه للقضاء العراقي تطبيق هذا القانون لكن هناك من يتساءل لماذا تم يعني غض الطرف عن البعثيين لمده 4 أعوام وتذكرتموهم على ابواب الانتخابات. لا ليس الأمر كذلك سأعلق على نقطتين النقطة اللي طرح ضيفك الكريم ونقطة البعث ليس هنالك تستر هذه القضية فيها جانب سياسي وفيها جانب قانوني عندنا شركاء كانت ندخل معهم بخلافات عميقة حول هذه القضية لإقناعهم بضرورة التخلي عن الحزب البعث نحن موقفنا من حزب البعث واضح وصريح ونهائي وقاطع نحن ضحايا هذا الحزب ولا يمكن أن نسمح له في يوم من ما هذه القضية أثيرت مو على أساس أنها بشكل متأخر ولكن أي ناخب يتقدم عليه أن تذهب ملفاته إلى جهات جنائية وزارة التربية وزارة التعليم العالي الملفات القيود الجنائية الاجتثاث البعث وغيرها وبالتالي عندما جاءت أسماء المرشحين طرحت هذه القضية بقوة أما ملف الاجتثاث فهو احنا قائمين عليه لكنه كنا نعاني من مشاكل حقيقية قضية المصالحة ضغط الدولي ضغط أقليمي ضغط محلي من الشركاء السياسيين الوضع الأمني كل هذه القضايا كانت تعطل بعض الأشياء رغم عن إرادتنا لم يكن من الممكن تطبيق كل هذه القضايا بسهولة ويسر العملية تطبيق القوانين تحتاج إلى أرضية سياسية وأرضية وقبول اجتماعي وإقناع للطرف الآخر اللي يعرقل أنا فقط أريد أذكر أن قانون العفو تم تطبق وفق صفقة كانت تتعلق باتفاقية أمنية خطيرة وبالتالي أطلق سراح بعض المجرمين لم نكن مقتنعين لكن هذا الواقع السياسي المرير اللي يعمل بالسياسة يعرف أن السياسة هي فن العمل ضمن نطاق الممكن وضمن نطاق الممكن أنجزنا الشيء الكبير وأنجزنا الشيء الكثير وينتظر الأخوة القادمين الشيء الكثير يكملون مشوار لن نلوم حتى اللي راح يجون إذا أيضا حققوا جزء وأخفقوا بجزء آخر هذه هي مسيرة الحياة بما يتعلق بزيارات للسعودية هذا ليس شيء غريب نحن نعرف أن بعض الكتل بعض الشخصيات لا يزال يتلقى الأوامر من الخارج لا يزال مرتبط بأجندة معينة ونبهنا عليها ونقول الآن أن الحكم مو إحنا طرف سياسي الشعب العراقي هو الذي يقرر يستبعد من ويبقي من هذه أصوات انتخابية ناس جاءوا إلى البرلمان وهم رجل في العملية الإرهابية ورجل في العملية السياسية لكن جاءوا بتصويت وإزالتهم لا يتم إلا بتصويت خصوصا أنهم يتصرفون بطريقة ما بها مسكة قانونية وهذه أعتقد الأخوة لما راح يجون للبرلمان وبالعملية السياسية راح يشوفون الأمر شائك ومعقد وأن مو كل